بسم الله. دلوقتي لو انا عندي كذا شيت، مثلا 100 شيت كلهم مثلا بادئين بحرف الاي معماري، فانا عايز اخليهم اي الكتريكال، فعايز اغيرهم كلهم مره واحده. فمدام عايز اغير حاجات كتيره مره واحده، الجا للدينامو. هنعمل برنامج بسيط مش هياخد مننا دقيقه، تمام؟ طيب هقول له ريفيت، اقول له انا عايز اعمل سيلكشن للكاتيجوري، لان انا عايز اعمل شيتات، واقول له انا عايز شيت اللي لا شيت يقول لي. وبعد كده اقول له اول اليمنت في كاتيجوري، حدد لي كل العناصر اللي موجوده في الكاتيجوري دوت. طيب بعد كده انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج احصل على البارامتر، وبعد كده اعدل النص، وبعد كده اعمل سيت بارامتر. فاقول له جيت بارامتر، فين الجيت بارامتر؟ جيت بارامتر باي نيم، نيم جيت بارامتر فاليو باي نيم، تمام. طيب ال element البارامتر نيم اللي انا عايز اغيره دوت اسمه ايه؟ تمام. لو انا مش عارف، تمام، هروح للبروبرتيس ابص كده، دي موجودة ايه؟ شيت نمبر، شيت نمبر. فهقول له هنا شيت نمبر، تمام. طيب هقول له وصل. لو انا استخدمت كود بلوك بحطه بين علامات تنصيص، السترنج لا ما بحطوش بين علامات تنصيص. طيب انا دلوقتي محتاج ايه بعد كده؟ محتاج ان انا الجأ لسترنج ريبليس، يعني خد نص وغيره. سترنج ريبليس، سترنج ريبليس، اه هقول خد السترنج دوت. يبقى انا محتاج ان انا اديله نص معين وابدا اقول له بدل بيه، فاقول له انا عايز سترنج. طيب ايه القيمه اللي انا عايزه يغيرها؟ هقول له ايه واحد، لازم كابيتال ايه واحد، تمام. طيب واقول له بدلها لي بإي واحد، إي واحد، تمام. هقول له اعمل سيرش على الإي وبدلها لي بالإي. حاجة اتبدلت؟ لأ. ليه؟ لأن أنا مقلتلوش سيت بارامتر. احنا اتفقنا سيت بارامتر باي نيم، دور كده. طيب ممكن نكتب له نيم، نيم سيت بارامتر باي نيم، اهي، تمام. طيب انا محتاج دلوقتي اديله ايه؟ محتاج ان انا اديله الاليمنت، فاخد الاليمنت اهوت اهو، ومحتاج ان انا اديله بارامتر نيم اللي هو دوت، ومحتاج ان انا اديله الفاليو اللي هي ديت، تمام. ايه اللي حصل؟ الشيت نمبر اتغير. تعال ندخل كده البروجكت براوزر، كله اتغير.